السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا مع بعض كده نتفرج على البلاستيكات وحاجات في المطبخ، هنتفرج مع بعض كده ونشوف. ليه ب60؟ انهي دي؟ دي 60. يعني ده ب60 وده 75. في عندي ده ب50 برضه. الصغير ده ب50. بتعمل ايه ستار؟ امال الشفاشة والحاجات دي بكام؟ في حاجة ب15، في حاجة ب20، في حاجة ب30، في حاجة ب50. والعلب دي نفس السعر؟ العلب دي فيها ب50 وفيها ب75 وفيها ب55. والشفشة صوري بقى براحتك. هو يجي لي كده. قول على العزاء. الصواني دي بقى كده من اول كام وكام؟ ديت في حاجات ب170 و120 و150، يعني حسب الصينيه. في ثلاث صواني، هو طقم على بعضه زي ما هو، من 170 في 170، 150، 120، كل الشكل وكل مقاس لي سعره. 170. ودي الكبيره دي نفس السعر؟ نعم الكبيره دي. نفس السعر عادي. كام؟ نفس السعر؟ والمدوره اللي عليها رمضان ديت؟ المدوره دي؟ لا المدوره دي ايه؟ اللي هي التفال دي؟ لا الصينيه دي. الصينيه مدوره ببلاستيك. ب15. دي ب15؟ 15 دي. والحاجات اللي من هنا دي بكام؟ دي ب55. 55 مصافي؟ ايوه. دي قشاره دي قطعت ولا دي ايه؟ لا دي مقص. مقص؟ مقص الخضار. ده عامل كام؟ كام المقص؟ ب20. ب20؟ والبتاع السمكه ده، ما الصينيه دي عامله كام؟ الصينيه اللي هي رسمه السمكه دي ولا طعم؟ 200. 200. وطعم التوابل ده؟ ده ب 85. 85؟ 85. حاجات الستانلس دي بكام؟ الالومنيات دي، الالومنيا كله ده عامل كام؟ في لبنات وفي كزرناط. من كام لكام؟ قول لي من كام لكام يعني؟ البنك ب170. ب170؟ ب200. ب200؟ الكزرناط ب250. والترمس الشاي؟ ايه؟ ترمس؟ الترمس فيه ب200 و250 و175. 200 و175. شايفين الحاجات دي اهيت؟ دي قناة دي ولا ايه؟ قناة كل شيء. بكام بتاع الاكل ده؟ 350 جنيه. وفي حاجات ب450، مش كله، كل حاجة ولها سعرها. ده ب250. ده ب250؟ بكم البراد الاستانلس الكبير ده؟ البراد الاستانلس يبدأ 220 لغاية 4.5. 220 لحد 4.5. 4.5 يعني 450. والطعم الكنك؟ طعم الكنك ب250. 275 وفي عدد 4.5 450. البلاستيكات دي بقى عاملة من كام لكام؟ قول لي من كام لكام؟ ايه؟ اكلمك عربي مش اكلمك تركي تاني. بكام اطباق البلاستيك؟ فين اسمك؟ ها؟ الاطباق البلاستيك بتبدا، قول لي من كام لكام؟ كلام كتير كده. الله الله. من 25 بيبدا، من 5 من 25 لحد 140. وعليه البلاستيك دي من 25 جنيه لحد 140، كل حاجة ولها سعرها. بصراحة عنده تشكيلة حلوة، شايفين الأشكال كلها اهيت وألواناتها كلها جميلة اهيت. في مصافي، في حاجات كتير، شايفين الحاجات دي كلها اهي، أسعارها حلوة بصراحة. شايفين المصفى اهي، كلها مصافي حلوة اهي، شايفين الأشكال اهيت. والأطباق البلاستيك شكلها أقل من 25 لحد 140 جنيه. شايفين الحاجات دي كده. الجردل البلاستيك ده المساحه دي عامله كام؟ الشرشوبه 85. من غير حاجه خالص. مثلا بقى في ب75، في ب85، وفي حاجه ب110، يعني كل حاجه بلها سعرها. شايفين الاطباق، وعنده اهوت جرادل، عنده بصراحه. والجردل عامل كام؟ ده هو ده 160. 160. ده 160 اهو، شايفين الاشكال كلها اهي. يبدا السبت بيبدا من 90 لحد 140، شايفين اشكاله بتاعته والواناته كلها تحفه. 90 لحد 140. من 90 لحد 140، شايفين اشكاله اهو.
السبت من 90 لحد 140. اشكاله كلها حلوة بصراحة، شايفين الشكل عامل ازاي؟ من 90 لحد 140 شكله حلو اوي. من 60 لحد 75 جنيه، في حاجات بقى مختلفة، رسومات في صغير وفي كبير زي ما انتوا شايفين كده. من 60 لحد 75. اشكال كتير زي ما انتوا، في طباع بلاستيك بصراحة، عنده تشكيلة تحفة. شايفين بقى الاشكال كلها تحفة بصراحة، اشكالها كلها جميلة. الحاجات دي كلها هيت في حاجات مختلفة كتير، في طباع بلاستيك، مصافي، في جرايد، المساحات، كل التشكيلة قدامكم زي ما انتوا شايفين. بصراحة عندهم تشكيلة حلوة قوي. ده كله في سوق كفر تورمس، هنقول العنوان طبعا زي ما انتوا عارفين، فرشة اسمها فرشة احمد ابراهيم، عنده كل مستلزمات العروسة من اول المقص لحد اي حاجة انتوا عاوزينها بقى. عنده حلل اركوبال، عنده صيني، عنده كل شفاشق، عنده كاسات، عنده حاجات كتير بصراحة. فين بقى كنك وبرادات ولبنات، باسكات صغيرة، كل الاشكال موجودة. الزبالة اللي هو في حاجات من 85 لحد 150 جنيه، بس بصراحة عنده موديلات حلوة. في الصغيرة خالص اللي هي بتاعت اوضة النوم الصغيرة خالص، بتحط على قد منديله كده، في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة، كذا شكل اهو زي ما انتوا شايفين. الاشكال دي كلها اهيت رسومات مختلفة، في المدورة وفي المستطيلة، بصراحة كلها حلوة. وعنده حاجات ما يعني شكلها حلو كده وماركات، يعني حاجات جميلة. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو كده عشان نكمل بقية الفيديو، في حاجات حلوة كتير يعني، في اشكال تانية غير كده. ماشي، من 85، يبدأ من 85 لحد 150. شايفين الاشكال كلها اهيت، اشكالها كلها حلوة اهو. شايفين الشكل عامل زبالات اللي هي فيه زبالات كبيرة زبالات صغيرة. شايفين الصغيرة قوي دي كانت ب15 جنيه، شكلها صغنون قوي خالص، ممكن تتحط بقى في اوضة الاطفال، اوضة النوم، صغيرة ب15 جنيه. وعنده حاجات اللي هي الوطنية، يعني عنده حاجات حلوة، البلاستيكات بتاعتها تقيلة، اشكال كلها جميلة بصراحة، يعني ايه الاشكال كلها ايه حلوة. شايفين الشكل عامل ازاي كده. الباسكات دي كانت من 15 لحد 175. في حاجات بقى القطم على بعضيها وكده، دي الانواع كلها الوطنية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو رحت الاسبوع اللي جاي عندهم تاني، هو كل اسبوع بينزل تشكيلة جديدة، يعني بنزلوا بصراحة عندهم تشكيلة حلوة، عندهم قطم على بعضهم، وعندهم حاجات فرادانية، عندهم حاجات كتير حلوة اوي. ده دي عاملة كام؟ 150، 170 المربعة. 170 المربعة؟ 150 دي؟ شايفين كده الصواني، في حاجات حلل ده بكام؟ حاجات ب 170، ده عنده قطن حلل 1100. ايوه ما هو الدهان. ده كام؟ شايفين القطم دي كمان. امال الطعم ده عامل كام اللي هو العالميه ده؟ عامل 9.5. عامل 950. 950. وده 950. ده 950. طعم الكاسات ده كام؟ 42 قطعة. عامل 1600. 1600 42 قطعة. 1600. فين ابو 600؟ ده اللي فوق ده 600. ده كم قطعة ابو 600 ده؟ 42. ده عامل 600، ده 42 قطعة اهو، وده 1600. شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ بس ايه الفرق بينهم من بعض؟ يعني اللي فوق ده مصري، ده مصري اللي هو ب 600، وده التركي 1600. شايفين اشكاله عامل ازاي؟ حلو. امال الشريف اللي تحت ده الطعم الملامين ده بكام؟ 550. كم قطعة؟ 550. حلوة اوي. عاملة كام؟ الكزامة؟ 175. 175؟
175 شايفين اشكالها 175 دي جزمة اهيت. امال الطعم ده بكام؟ انواع ده 1700 1700 واللي تحته واللي تحته ب 2800 واللي تحت ده بثلاثة ده؟ اه ده بثلاثة؟ ده بثلاثة ده الصيني اللي تحت ده؟ اه اللي تحت ده صيني ده عامل كام؟ ثلاثة تمنمية ده طقم صيني ده كم قطعة؟ 60 اه عامل ثلاثة ونص ده شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله حلو اوي بصراحة الأشكال كلها اهيت شايفين شكله حلو اوي ده جميل شايفين الأشكال كلها حلوة بصراحة طقم الحلل ده كام؟ ده تركي ده تلات تلات تلاف؟ واللي تحته اللي تحته 2000 واللي تحته ده صيني برضه اللي عليه العروسه ده ايه صيني ده عامل كام ايوه عامل كام الصيني ده كام 2700 2700 وده اشكالها اهيت ده شنطه سوق بتاعه المكوى ترابيزه المكوى عامله كام من 200 لغايه 450 طقم التوابل ده كام؟ ده هي مش توابل ده مطبقيه مطبقيه؟ اه ده عامله كام؟ 220 اللي هي ام كرتونه صفرا واللي قدامها دي ب 175 يعني دي 220 175 ده شفشه اهوت شفشه اي شفشه ب 20؟ لا مش هي واحد ب 20 اللي مع الابله ده ب 20 بس ايه ده بكام؟ ده ب 20 ده ب 20 ده الاخضر ده كام؟ الاخضر ده ب 20 والجنب اللي وراه ده ب 15 والفلسطين ب 45 اللي هو ال اه اللي هو الابيض واللي هو ال 45 اه العلب دي كده علب اهيت في علب ب 100 ب 150 في ب 50 في ب 45 مش العلب البلاستيك ده عامله كام؟ اي واحده قول لي من كام لكام الصغيره بكام والكبيره بكام؟ ما في كذا نوع بصي الانواع ديت الصغيره منها بتبدا من 35 لغايه 55 35 لحد 55 اه والكبيره اه دي 55 35 35 الكبيره دي عامله كام؟ وديت 120 120 وديت 100 100 اه امال اللي بتاع البلاستيك اللي هو الاحمر اه دوت 55 55 واللي اكبر منه ب 75 75 اه خلاص في حاجه اكبر بس احنا مش جايبينها النهارده ب 100 طب قول لي بقى بتفرش فين وفين 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 يوم احنا لينا ثلاث اسواق النهارده الثلاث هنا هنا طب في الترمس اه والثلاث لحد قصدي في شبرا الخيمه شبرا الخيمه وفين الثاني سؤال بصي عند ام بيومي كده تنزل ام بيومي احنا جنب النازله على طول ده في شبرا شبرا صح؟ ايوه شبرا شبرا خيمه طب فين المكان الثالث بقى؟ في صف الصفطاوي الصفطاوي؟ ده فين الصفطاوي دي؟ في البراجيل عند البراجيل قول لي بقى رقم التليفون 011 011 56 76 56 85 الاسم بقى محمد رجب ده رقمك انت ولا رقم الحاج؟ خلاص ماشي